السلام عليكم خابتين، ان شاء الله راكم كامل بخير وعايتو بيان بصحة وجازت بيان، ان شاء الله راكم كامل غاية. رجعنا لكم فيديو جديد وفيديو اليوم خابتين راني في بجاية، مدينتي مدينة بجاية، نروح لبجاية ندير لكم فلوق تما نوري لكم شوية مدينة بجاية. يلا تبعوا معايا. اول حاجة درنا خوتي رحنا زرنا قبر جدي جدتي الله يرحمهم، الله يتقبل منهم التوبة تاعهم والله يدخلهم الجنة ان شاء الله. ودوكا رانا في كارتي تاع بابا، كارتي بوبيلار هنا في بجاية يعيطوا له الباطيمة. دوك نوري لكم الكارتي تاع بابا، هنا اللي تربى بابا باطيمة. هذا الكارتي معروف بجاية لونسيان فيل، كي تجيو لبجاية قول لهم لونسيان فيل، قول لهم وين جاية الباطيمة، قول لك طلع الفوقة، قول لهم شريف باباه تربى في بجاية، تربى في الباطيمة، كارتي تاع الباطيمة. يعني خاوتي دوكا هذا الكارتي ولا مفروغ، الناس كامل راحوا سكنوا في مناطق اخرى، لان هذو المباني معرضين يعني راهم في الخط الاحمر، كي تضرب زلزله ولا زلزال تروح، باسكو هذو المباني كي كانت فرنسا هنا في الجزائر اللي بنوها يزاني ميل 1950 1940، ما قدام هادو الباطيمات. هاي اللي كيما قرايا تبان شويه هنا، هاي اللي كيما قرايا الفوقه. وهنا خوتي راني في دار جدي الله يرحمه، عاوليك نوري لكم الكارتي ديالهم. هلا كاين ستاد وين يلعبوا، مي دوكا خلاص الباطيمات دوكا خلاص راحوا كامل. هاي الباطيمات دوكا راهي فارغه. اوليك عميل تماك او يدير لي باي باي. هذا هو وسط تاع الباطيمه. دوكا راح نوري لكم البريمير وين كان يقرا بابا، كانت قرات يما عمي ثاني قرا هنا، يسموه نيكولا ميمو. يا خنتي يما هنا اللي قريتي هنا ايه؟ هذا القور اللي خلاوه هنا في فرنسا، هذه هي. وانت يا يما كي تطلعي هنا الباطيمه اسكو تجيك لي سوفونير؟ وي من بابا ثاني هنا باباك تربي هنا؟ ايه تربي هنا. يما الحومه تاعها راهي لتحت، راهي لتحت راهي تماك. وهذه هي الحومه تاع بابا الباطيمه. هناك تشوفوا البحر، هناك باه طلعوا قرايا، هناك الكاب لابلاج تاع الزقواط. وين راهي الكلاسة تاع كيما؟ راهي هناك الفوقة تحت هنا. كنت نقرا الكلاسة هذيك. نوستالجيا مالا. وهذه الحارة يما هنا اللي زاد بابا، هذه الحارة. انا بابا تنصور غندي تسلولط. وهنا رانا في قهوة الزبير، يعيطوا لها قهوة الزبير. قولي لنا يما على يقولوا قهوة الزبير؟ باس كاين القهوة هذاك المول القهوة اسمه الزبير، الفرنسي يعيطوا لها لا روجوفيا. اللي هي ولتحت تهبطوا للرومبوا، بالك الناس اللي جا الناس بالك الناس اللي تعرف بجاية لا بلاص كيدو راهي لتحت. ومام هنا خوتي اذا تروماركيو يعني كامل ولايات الجزائر عندهم يعني دي باتيمون للاستعمار خلانا. هادو كامل لي باتيمون فرونسي، لي زيمابل فرونسي. وهادي خوتي سي لا ميور باتيسري هنا في بجايه، اذا تحبوا الباتيسري روحوا عند سي وعلي تاكلوا الباتيسري. هادي خوتي يدير لا ميور باتيسري هنا في بجايه. هنا رانا خرجنا باه نروحوا لا بلاص كيدو راهي كل تماك. هذه الساحه داروا المقام لواحد اسمه غوميز، ماريو غوميز. كان بريزيدون تاع البرتغال، وفي عهد كي كانوا فرنسا هنا جا للجزائر وقعد هنا في لوطيل هنا في لا بلاص كيد. مام كاين السهام ثاني هنا في بجايه سموه ماريو غوميز. وقالوا لي هذا ليكس بريزيدون تاع البرتغال كان يحب بزاف لي زالجيريان. عليك هنا رانا خرجنا على بلاص كيدون، هادي البلاصة معروفة في البجاية، كي تجي لبجاية اوبليجي تجي تزور على بلاص كيدون. هنا عندك إطالة على البور، هنا تشوف البور تاع بجاية.
عاوليك. ما تشوف البورتاب جايا. السينما تاع بجايا راه جا هنا هنا لتحت. هذه نورمالمون ولات لا بونك. هذا باتيمون فرنسي ثاني ولات لا بونك. وصلنا للرومبو تاع بجايا اخوتي. هذا هو الرومبو تاع بجايا. واش عندكم ثاني هنا في الرومبو؟ عندكم داع لي بولا كلاص. هذا يدير لا كلاص معروف هنا في بجايا. دارك تحب لا كلاص روح عند علي داع لي بولا كلاص تاكل لا كلاص. درت عند داع لي بولا كلاص سبيسيال ميزون. هذا سبيسيال ميزون الميور المخير هنا في بجايا يدير لا كريم ولا كلاص و المثلجات اون جينيرال. فوالا خوتي رانا وصلنا الى نهايه الفيديو. اذا تريدون مشاهده المزيد عن مغامراتي في بجايا تابعوني على صفحتي في الفيسبوك والتيك توك. هناك درت بزاف فيديوهات واش درنا اون جينيرال في بجايا. سمحوا لي خوتي ما درتش بزاف فيديوهات في اليوتيوب، درت بزاف فيديوهات قصيره في التيك توك والفيسبوك. على كل حال خوتي اذا عجبكم هذا المقطع حطوا لنا لايك دعمونا ونلتقي في فيديو جديد. يلا خوتي بيس.